بيان سيغ درنا كاين هاد الضغط ديال بصح نيس كاع الناس اللي كيبازيو على المغي وكيبازيو على الرصاص كلاو لاصا وكلاو الضغط ديال بصح نيس ودابا كنتمناو من الله ترجع ترجع الخدمه كما كانت في الاول وتحركوا العرايس تحركوا لها كاين ولكن ماشي بحال داك الكم اللي كنا فيه كندوزو كاين داو العرايس مي ماشي كما العاده بزاف ليت قليله بزاف ليت قليله العرس ديالها وكاين اللي رجع لهم العربون وكاين اللي ما رجعش لهم العربون بدلوا اللادات ديال العرس ديالهم ومن بعد غادي كاين واحد الفئه كاين واحد الفئه اللي كيخافوا ولكن الناس دابا بداو كيتلونصوا العرس ماشي كيما موالفين ولكن كومين بعدا كاين بدا كيتحركوا عريسات كتقول لهم هذيك خمسه طويبلات في الدار ومع العائله ومع هذا ولا بلاش لا ما كاينش داك الشيء لا ما كاينش نورمالمون المكياج دابا ديال العريسات كاين دابا الخفيف كاين مكياج خفيف ما بقاش العريس كيبغي المكياج شارجي بالنسبه لي شيني ولا مثلا المشاطي كاين ديك كوافلاشي هما اللي ولاو دابا خدامين ما بقاش ديك المشطه مجموعه هكذاك ولا تخوادي كاين ديك واحد ما تخوادي دابا اللي خارجين دابا هما الموضه دابا حاليا تخوادي كتكون كواف ثلاثي الابعاد دابا الفلو ما كتكونش داكشي مستف فهمتي كتكون لاكواف فلو فهمتي كواف ماشي كواف لا ما كاينش مشطه ما كاينش شباكي ما كاينش داكشي كلشي حيد لا ما كاينش كان عندهم تما واحد لو شارم ديالهم دوك المشاطير فوقيتهم كل وقت وستيل ديالهم داك المكياج الليجي كان خفيف دابا العقل بالنسبه انا نهضر معك على الشيني وعندي الماكياج ديالي كتكلفه بالماكياج هذيك تهضر معك على الماكياج ديال العريس بيان سو عندها واحد لاماغي الفوق مي ما تبغيش بحال حتى دري الفوق ما تبغيش باش تبقى شي مرتاحه حتى هي تتكون انت براحتها كاين اللي كتبغي عندنا مساله عاديه تما كيقدم كل شيء على بالهاش وكاين اللي كتبغي كاين اللي كتبغي تاخذ راحتها هو نورمالمون من الاحسن تسد عليها وتصوب داك الشيء في الخاطر ديالها وانت انا كناخذ راحتي وانت الماكياج كتاخذ راحتها نورمالمون الماكياج الا كان الماكياج بروفيسور ما عندناش خاف بجوج لو برودوي وليد لا لا سي لا سي لا كاين البريمير كاين دي طاب ديال الماكياج باش كيطلع الماكياج زوين ويبقى مزيان الالوان ديال الشعر ديال الشعر الباستون دغي وي لاعب وطبيعه الحال الكري وطبعا كدابا كلشي باغي الكري كلشي باغي سون دغي كلشي هو نورمالمون اي واحد كيخرج ليه غير بارفوا كتريسكي في صح صعب من تمشي والبرودوي تخدم به شنو هو طبيعة الحال نورمالمون انا ملي كتجي عندي اي كليون كتبان لي الزربه ديالها واقيلا مثلا العصا ولا مهلوكه ليها وكتقول لك بغيت مثلا ندير الكري ولا بغيت نفتح له واحد الحاجه اللي هي ما يمكنش لي ما غاديش ندير عليها واخا ما عرفتش شنو وحده والشعر ديالها وكل وحده لا ماتيغ ديال الزربه كيفاش دايره واش من لون عندها في الشعر هذوك بوحدهم هذوك كاين فلتر كاين دي بيوري كاين شعر كتكون الزربه ديالها ناتوريال كتدفق منها شي كولور اللي غاتشد ليها مزيان ولا يكون كاع مصبوغ غادي لها شي لون اللي غيطلع لها في شعرها مزيان ما مشات هذيك الدرجه ندير لها مثلا الكري وحده شعرها عامر بالكحل صابغه بالنوار ولا واكل الدق بالسيشوار ولا واكل الدق مثلا بدي برودوي اللي ما عادش شيميك ولا ما عادش شنو هما يجيب لك بغيت الكري بالنسبه لي انا ما نديرهاش المراه المغربيه كنصحها اول حاجه اللي بغات تصوب شعرها ولا بغات تصبغ شعرها ديما تقلب على الخبير اللي غيطلع لها في شعرها ما تقلبش عليه اللي باغي غير الفلوس تقلب عليه اللي باغي اللي غيتهلا فيها وغيصوب لها شعرها كوم الفو ولا غادي يقنعها وباش تكون تايا ساتيسفي تكون راضيه بداك الشيء اللي غادي يخرج لها كاين دي زويل طبيعي كاين دي ماسك ديال الدار تما طبيعيين بزاف ديال الماسك يديروا غير في الدار وكاين دي زويل طبيعيين بصح حيت كيعالجوا تما الشعر بيان سي حمام زيت كيدير قبل ما يتغسل الشعر الزيت والشمس ما كيطلقاش كاين دي سيروم اللي كنهرب بهم الشعر هذاك ماشي مشكل كاين ديك خيم تما اللي كنهرب بهم الشعر ماشي مشكل ديال واخا تخرج بهم الشمس واخا دير وراهم بروشي كذا ماشي مشكل مي بالنسبه للزويل الطبيعيه ما تقربش لهم الشمس مثلا دارتهم حمام زيت دارتهم في الدار من بعد تغسلهم صافي تنشف شعرها بيان سور لاكام ديالها تكون عندها لاكام زوينه باش تهلا في شعرها قال انت شعرها ديما زوين وتبعد من وتبعد من داك لي سور ديال الدار تبقى حيت باكو كتلقى شي مراه كتعكز ولا شي بنت كتعكز في شي صالون كتقع على لابلاك شعرها هكذا كتحقو كله بلا بلاك تماما و سميتو سي شوار تاو ديال الدار ما خدمتش كي هالكو شعرهم حيت كي هالكو شعرهم الطريقه ماشي الصالون كاين في زنقه ديال بيسحاق لا فيليت زنقه ديال بيسحاق لا فيليت